القوانين الوحيده اللي عملوها هدوا بها البلاد عظم مرسوم نتاع العفو التشريعي العام. وادخلوا اقراوا يا توينسا العفو التشريعي العام عملوه في 2011 وانتفع منه من هم محل تتبع من اجل التواطؤ والتآمر على امن الدوله. انتفعوا بالعفو التشريعي العام الناس المتورطين في قضايا الارهاب. هذا مش عامل سيبولكم الارهابيين في البلاد، سيبولكم جماعه سليمان، وسيبولكم جماعه اللي هزت السلاح ضد الدوله، وسيبولكم جماعه المفارق، وقالوا لهم انتم عندكم اولويه باش تدخلوا للوظيفه العموميه. علاش اليوم انتم عندكم اغراق نتاع وظيفه عموميه؟ وعلاش اليوم اضرابات على الزيادات في الوظيفه العموميه؟ على خاطر عملوا قانون قال لك ما يحكيوا على الفساد ووزره حطوها في الحبس، قال شنو السكر ما يهزش للميتين حطوهم في الميتين. هاوش عملوا هما؟ قننوا الفساد، عملوا له قانون، وليوا جماعتهم هذوما نتاع العفو التشريعي العام يدخلوا من غير مناظرات. انت تسلط وتخدم وتعدي الكونكور وما تنجحش، هو يدخل بالانتداب المباشر، يعني يقدم دوسيه يقول راني ارهابي، يقولوا له نتشرفوا بيك، والله مجانين بيك، مرحبا يا خويا، شنو تحب انت؟ ظلموك، انت خرجت كنت حارس في الاداره نحسبوا لك 20% في 50% توا دور تبداك مدير عام. توا انت تدخل مدير عام وتاخو الترقيات وتاخو التعويضات خويا، وسمحنا من فوق اهو لا غلطنا فيك، انت ارهابي، توا هكا فما بلاد ما تحترمش الارهابيين نتاعها، توا هذه بلاد، بلاد لازمها تكرم الارهابيين نتاعها، توا هذم عباد، توا هذم ناس، توا هذه بلاد يصرفوا فيها، بعد ما دخلوا مئات الالاف، نعطيكم مش عملوا، هذه حقائق. القانون اخر عملوه، قال لك يا خويا اللي يحس بروحه ما عندوش علوش العيد ولا عنده مشاكل اجتماعيه، سي علي العرايض عمل لهم قانون قال لهم تقدموا ملفات باش تاخذوا تسقى على التعويضات. هذايا راهو 2014 و2013 نحكي لكم. اي سيدي تعرفوش انتوما قداش خذاو تعويضات؟ تعرفوش عدد الناس اللي انتفعت بالقانون هذايا؟ ما تعرفوا حتى شيء، لانه ما يخرجوا حتى رقم وما يخرجوا حتى شيء. ومن بعد يحطوا لك كهيئه تريكه اللي يسميوها هما حقيقه وكرامه، عامله قرار توا 2018 مازالوا باش يدمجوهم في الوظيفه، ومازالوا باش يعطيوهم المسار المهني، ومازالوا باش يعوضوا لهم، رغم انه الصناديق الاجتماعيه فلست، ورغم